بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. معاكم الدكتور عصام الدين. النهاردة هنتكلم في المحاضرة الرابعة في مادة معالجة وتدوير المخلفات الزراعية، ووصلنا لجزء من المحاضرة اللي فاتت عن قمامة المدن، وقلنا إيه هي قمامة المدن، وقلنا بتختلف من شعب لشعب ومن منطقة لمنطقة ومن بلد لبلد، كمان من شارع لشارع ومن مدينة لمدينة ومن شقة لشقة على حسب مستوى المعيشة. وقلنا إن في طرق كتيرة جدا لعمل القمامة، وعندنا في مصر في مصانع كتيرة بتقوم بعملية تصنيع القمامة وتحويل القمامة ومخلفات المدن إلى الكمبوست. النهاردة بقى نستعرض أهم الطرق اللي بتشتغل على تحويل القمامة ومخلفات المدن إلى كومبوست نقدر نستفيد منه ونضيفه للأرض أو للزراعة أو للنباتات، سواء كانت محاصيل حقل أو محاصيل خضر أو محاصيل فاكهة أو محاصيل زينة أو محاصيل طبية عطرية أيا كانت. وهنقول أهم طريقة، ودي اللي هنبقى مرتبطين بيها وهنركز عليها، ونقول لكم دي الطريقة المهمة اللي لازم أركز عليها. يلا بينا نبدأ. طرق عمل مقمورات قمامة ومخلفات المدن بتختلف الطرق المتبعة في ذلك على حسب الإمكانيات المتاحة، وعلى حسب وجود الأماكن، وعلى حسب الأرض الموجودة، وعلى حسب العمليات أو الخطوات المعالجة بتاعت القمامة. قبل كده اتكلمنا إن الخطوات المتبعة لمعالجة القمامة من فرز وطحن وتخمير وتجديد تكنيس سماد الناتج، و اتخذت طرق كتيرة جدا وليها مسمياتها على حسب مخترعيها أو إلى أسماء الشركات اللي قامت بعملية تنفيذ هذه الطرق أو البلاد المستفيدة منها ومن أهمها. طريقة أندرو، ودي طريقة معروفة في مدن كثيرة في الهند في الإنديا، وابتكرها العالم ألبرت وورد. وخلاصة الطريقة دي إن أنا بحضر المواد العضوية سواء كانت بقايا نباتية أو قمامة مع المية، أو كمان كسر المراحيض اللي هي المجاري، يعني مخلفات المجاري، بيحطها في أكوام لارتفاع 1.5 متر، وبعد كده أو بيحفر خندق وبيحطها في عمقها من 6 إلى 9 متر مع التقليب مرة أو مرتين أثناء فترة الكومبوستنج أو الكمب إلى حوالي 6 أشهر، ويلاحظ انحلال داخل الكومة ويستخدمه ككومبوست. دي طريقة أندرو بكل سهولة لتحضير أو تحويل أي بقايا نباتية، أي قمامة، مخلفات المجاري إلى إيه؟ إلى كومبوست. طريقة بكاري، وده اخترعها الطبيب الإيطالي بكاري في سنة 1913، وتتلخص هذه الطريقة في تنقية القمامة مما لا يتخمر، يعني بيعمل عملية فرز أو بيعمل عملية عزل لأي مواد معدنية أو زجاجية بلاستيكية قماش، يستبعدها بعيد عن الايه، عن القمامة او عن الحاجات المخلفات اللي هي قابلة لعملية التخمر. بعد كده عم بيعمل حجرة صغيرة من الاسمنت على شكل مكعب، وبيملاها من اعلى ولها باب من اسفل لاخراج السماد منها ومزودة فتحات للتهوية. يبقى بيعمل زي غرفة من الأسمنت على شكل مكعب، مثلا على حسب المساحة اللي عندي اللي هيستغلها، مثلا 2 متر في 2 متر أو 5 متر في 5 في ارتفاع 5 متر أو 3 في ارتفاع 3 متر.
ويحط القمامة بعد عملية الفرز، يحطها من فوق وينزل السماد بعد التحلل، ينزله من تحت، وفي فيها ثقوب أو فتحات لعملية التهوية. وقد تحتاج القمامة إلى عملية ترطيب، إن أنا أضيف الإيه، أضيف الماء وأقفل التربة الغرفة تماما أو الحجرة تماما لمنع تسرب أي روائح كريهة غير مرغوب فيها أثناء عملية التحلل أو الانحلال. وغالبا ما يحدث هذا الانحلال هوائيا في المراحل الإيه الأخيرة، وفي بداية التحلل بتحصل انحلال في ظروف غير هوائية، ويسمى بيصل السماد ده لحالة النضج بتاعته من حوالي برضه من 5 ل 6 أسابيع. وطبعا بترتفع درجة الحرارة، لأنك عندك تخمرات إلى درجة كافية لقتل كل الميكروبز الممرضة. تم إدخال تعديلات لهذه الطريقة وسموها فيردر، بواسطة فيردر الفرنسي، وتتلخص في زيادة تهوية، وسميت الطريقة باسمه. الطريقة اللي بعد كده بورادس، طريقة بورادس، وبورادس ده سميت الطريقة باسمه سنة 1931، وعمل تعديل بسيط على طريقة بيكاري، وبحث المرحلة الأولى اللي هي التي يتم فيها التخمير تحت ظروف لا هوائية. وعمل ايه بقى؟ عمل تخمر في الظروف هوائية، اللي هو دخل هواء مضغوط في حجرة التخمير ده عشان بجوار في وسط الحجرة وبجوار الحوائط، ويقسم الحجرة لحاجز علوي وحاجز سفلي، يتم فيها التخمر القمامي هوائيا أولا في الجزء العلوي ثم بعد كده في الجزء السفلي من الحجرة. ده طريقة برودعس. طريقة تومسون أو إيرب تومسون، ده اكتشفها في ولاية نيوجيرسي سنة 1939 بأمريكا. وفي الطريقة دي بيعمل حجرة أو برج تخمير مقسم إلى عدة أجزاء رأسية، ويتم التخمير تحت ظروف هوائية بإدخال نوع من البكتيريا، خاصة البكتيريا دي بتنتجها شركة إيرب تومسون، ويقال إن إضافتها تعمل عملية تسريع لعملية التخمر. مصنع السماد العضوي الموجود في جمهورية ليبيا بيشتغل بطريقة تومسون أو إيرب تومسون، إن هو بيعمل حجرة وبيدخل بكتيريا وبيحصل عملية التخمر تحت ظروف هوائية. طريقة بعد كده طريقة بوجانيو بيكو، وطريقة بيكو ده في مصنع في بيروت في لبنان، ومصنع عندنا في شبرا في القاهرة بيعمل بهذه الطريقة. والطريقة دي عبارة عن غرف التخمير في هذه الطريقة عبارة عن أبراج أسطوانية شبه الأسطوانة، تفرغ فيها القمامة من فتحاتها طبعا من فوق حتى عملية الامتلاء، وبعد كده تقفل الفتحة العلوية غلق محكم، ويتم دفع هواء مضغوط داخل هذه الأبراج من فتحات في أنابيب داخلية، فينتشر الهواء خلال القمامة، وبعد عدة ساعات يمنع الهواء ويتكرر الدور الهوائي ثم اللا هوائي عدة مرات. بعد 3 أسابيع أو 4 أسابيع يبدأ يفتح باب جانبي من أسفل البرج، ويسحب السماد الناتج ويفرز منه باليد ما ليس له فائدة منه. بعد كده وبذلك يكون فرز القمامة بعد عملية تخمير، فيقل خطر إصابة العمال بأي ميكروبات مرضية. دي الطريقة اللي مستخدمة في مصنع شبرا بالقاهرة، والتخمر هنا بيكون بوجود هواء مضغوط أو تخمر هوائي. طريقة فام، والطريقة دي مستخدمة في هولندا، وهي عبارة عن طريقة أندرو اللي قلناها قبل كده، بس معدلة لاستقبال كميات كبيرة من القمامة. إن أنا بعمل
تكويم للقمامة الخام بدون أي معاملة في أكوام مرتفعة مع رشها بالمية من وقت لآخر، وبعد إتمام تخمرها، والكلام ده بيقعد من 4 إلى 8 شهور. تنقل القمامة إلى مصنع حيث تسحق وتغربل قبل وضعها، وحديثا يجرى فرز القمامة وطحنها قبل تخمرها في أكوام مع تقليبها من وقت لآخر أثناء فترة التحلل أو الانحلال اللي بيقعد أو بيستغرق من 3 إلى 6 أسابيع. دي طريقة فام، طريقة دانو تستخدم هذه الطريقة في الدنمارك وبعض الدول زي مثلا أسبانيا وفرنسا. وفي المبدأ كانت هذه الطريقة عبارة عن فرز وطحن القمام آليا، وبعد ذلك توضع في أكوام للتخمير. وحديثا حصل تطور فيها، إن القمامة بعد فرزها بنحطها في أسطوانات كبيرة بتشيل حوالي 100 طن، والأسطوانات دي بتبقى أفقية وتدور ببطء حول محورها، وبيحصل عملية الترطيب بالمية أو بسائل جاري، و بلس إن أنا بضيف هواء تحت ضغط داخل الأسطوانة، وبتقعد القمامة داخل هذه الأسطوانة لمدة من 3 لـ5 أيام. يتم انحلال الحلال خلال هذه الفترة، وبعد كده يمرر السماد إلى مناخل أو غرابيل. الغربال ده بيعمل ذات ثقوب معينة ويخزن فيه أكوام، ثم يعبأ للبيع، منها الناعم ومنها الخشن زي ما بيحصل في عندنا في مصر. طريقة جامعة كاليفورنيا، ودي من أهم الطرق اللي تمت 1953، وكتير من الدول بيشتغلوا بيها، وخاصة في مصر. وقسم الأراضي في كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية اشتغلت في هذه الطريقة في تحويل مخلفات المزرعة من أدبان وقش وأحطاب إلى سماد عضوي بنجاح في مدة من 15 إلى 30 يوم. نشرت جامعة كاليفورنيا بحث يتضمن دراسة وفية عن قمامة مدينة بروكلي بكاليفورنيا وتحويلها إلى سماد عضوي في أكوان. الطريقة دي مهمة، وغالبا ده اللي بنركز عليها وبنجيبوها في الامتحانات دايما، لأن ليها خطوات تتلخص في أو تقريبا جمعت كل الطرق اللي فاتت. ففرز القمامة وعزل المواد الغير قابلة للتخمر من بلاستيك وحديد وإزاز وقماش، نستبعدهم خالص. بعد كده بيحصل طحن أو تقطيع للقمامة أو المخلفات اللي هيتم تخميرها، وتكون القطع إلى حوالي أقل من 5 سنتي أكبر قطر ليها. بعد كده بيعمل عملية الترطيب الكومة بسائل الماء أو سائل الإسطبل أو سائل من المجاري عند بناء الكومة وأثناء التقليب، بحيث تصل نسبة الرطوبة لحوالي 40% إلى 60% رطوبة. بعد كده بيحط القمامة في العراء على أرض متكوكة جيدا أو من الأسمنت، لا يقل ارتفاع الكومة عن 2 متر ولا يزيد عن 3 متر، ويكون عرض الكومة من 3 لـ4 متر، أما الطول فغير مهم. يبقى أنا ارتفاع الكومة 2 متر والعرض بتاعها 3 متر، وأحط الطول مهم بأي طول ما يهمناش. بيتم بقى بعد كده تقليب الكومة على فترات حسب نسبة الرطوبة، وتقليب الكومة 5 مرات، مرة كل يومين إذا كانت نسبة الرطوبة تصل إلى 70%، تقليب الكومة 4 مرات إذا كانت الرطوبة من 40 لـ60%، ويضاف الماء إذا كانت نسبة الرطوبة أقل من 40%. أما إذا كانت 70% فتقلب يوميا إلى أن تقل نسبة الرطوبة، بحيث لا تزيد عن 40% أو 50%. الوقت اللازم لعملية التخمير على حسب 12 يوم إذا كانت نسبة الـ CN ratio أو الكربون النيتروجين 20.
14 يوم إذا كانت نسبة الكربون سي إن ريشيو، يعني الكربون للنيتروجين ما بين 22 ل 50، و21 يوم إذا كانت نسبة الكربون للنيتروجين 78. تمام، دي خطوات طريقة كاليفورنيا. طيب لو ما توفرش، في حالة عدم توفر أو عدم وجود أو إمكانية وجود عدم وجود إمكانية لإقامة مصنع لتحويل القمامة إلى سماد عضوي، يقترح أرض لازمة لمعاملة القمامة، يبقى أنا أرض فيه عندي مكان واسع عشان يعمل عملية الإيه؟ عملية الفصل وعملية التصنيع والتكوين والكلام ده كله. استقبال القمامة وبناء الكومة، بعمل الكومة واستقبل القمامة، وبعد كده استبعاد الزجاج والمعادن والقماش والمواد غير قابلة للتخمر والإزاز والكلام ده كله، وأحط الكومة عشان أعمل عملية الترطيب زي ما قلنا في الطريقة السابقة. وبيحصل تقليب للكومة، نفس القصة لحد ما أوصل لدرجة الرطوبة العالية. درجة الحرارة يلاحظ، يجب ملاحظة التغيرات في درجة الحرارة، بحيث إذا كان ظروف ملائمة ترتفع درجة الحرارة لحد 65 لحد 75، وده عشان القضاء على كل الميكروبس اللي عندي. أما لو انخفض درجة الحرارة كثيرا أثناء فترة الترويج، فيجب معرفة السبب، ولازم نحل الموضوع ده في أسرع وقت علشان يزود لي من الحرارة العالية، بيزود لي من سرعة تحلل الإيه؟ القمامة. تفاعل القمامة يجب ملاحظة البي اتش أو تركيز أيون الهيدروجين في المخلفات أو في القمامة النتيجة. بعد كده الحكم على السماد، يمكن الحكم على السماد الناتج عن طريق اختبارات صحية مثل اختبار السماد لوجود الميكروبات المرضية والفطرية والحشرية والذباب، اختبارات كيميائية عشان تعرف تقدر بقى القيمة السمادية بتاعته من أزوت، من عناصر طبعا أزوت اللي هو النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم والكربون وحساب السي إن ريشيو، وهكذا نسبة المادة العضوية أو العناصر الصغيرة كمان. تقدير نسبة الرطوبة ده مهم جدا، وده قد وصل إلى مرحلة النضج إذا انخفض درجة الحرارة عن 55 إلى 50، وتلون لون قمامة إلى اللون الأسود الغامق، واكتساب الناتج لرائحة معينة تقترب من رائحة الأرض بعد كده نتكلم عن تركيب سماد القمامة. بيختار تركيب لسماد القمامة طبعا لعوامل، لعدة عوامل، أهمها طبيعة القمامة، الخام، وطريقة التخمير. كده نبقوا اتكلمنا عن القمامة، فيما في 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 وطرق، وأهم الطرق لتصنيع قمامة المدن أو تحويل قمامة المدن إلى سماد عضوي أو سماد كومبوست. في حاجة كمان، بعض في المصانع زي مصنع بيس كده، بعد عملية التخمير والكلام ده كله بيعدوه على غربال، والغربال ده بيطلع لي لو في حاجات أكبر من حجم معين، وبيطلع كذا كذا مرحلة في الغربيل علشان يطلع لي في حاجة سماد بيصنفوه سماد قمامة المدن الناعم وسماد قمامة المدن الخشن، والناعم بوجهه للمحاصيل اللي هحقنها، محاصيل الخضر، والخشن بوجهه لمحاصيل محاصيل البساتين أو الأشجار، لأن بحفر حول الأشجار في خنادق أو حفر وأحط السماد وأقدم عليه، خاصة إن الخشن بيبقى نسبة الإزاز فيه، ودي مشكلة بتقابل الجماعة بتوع القمامة اللي بيصنعوا قمامة المدن في المصانع، إن أنا في بعض في مصر بالذات ما بيحصلش فصل للمكونات القمامة، وبالتالي فلاقي إزاز مكسور، فالإزاز المكسور ده بفصله بقدر الإمكان وبيدخل على الغربال. الناعم بيستخدموا المحاصيل الحقلية عشان بيبقى فيه ساعة على سطح الأرض، أما الخشن عشان بيبقى فيه نسبة الزجاج عالية شوية فبعمله بوديه في المحاصيل اللي
البستانية. أشكركم لحسن الاستماع، وإن شاء الله استنونا في المحاضرة الجاية، ومع السلامة.